مرحبا ويعطيكم العافية، معكم المهندس عدنان مساعدة. اليوم راح نكمل في دورة مايكروسوفت اكسل. بعثت لكم فايل على الايميل اكسل اكسرسايز 3 تكست فانكشن اند داتا فاليديشن. راح نشوف بداية مجموعة من الفانكشنز اللي بتتعامل مع التكست، وبعد هيك نشوف فيتشر بتقدمها مايكروسوفت اكسل اللي هي عبارة عن الداتا فاليديشن فيتشر. اولا، اول فانكشن راح ناخذه بيتعامل مع التكست هو عبارة عن الليفت فانكشن. ليفت فانكشن هو عبارة عن فانكشن بياخذ تو باراميترز، بس انه انا بعطيه ايش التكست اللي انا بدي اياه ونمبر اوف كاركترز بحيث انه يرجع لي اياه. يعني مثلا عندنا في الخلية C4 كلمة اكسل كورس، هاي الكلمة انا لسبب ما محتاج اني اشوف ايش اول ثلاثة حروف بهذه الكلمة. ليتر اون راح نشوف كيف بقدر استخدم هذا الفانكشن. ومثلا ايضا بحاجة اني اشوف ايش اخر 4 كاركترز موجودين فيها، ايش اخر 4 حروف او اخر 5 حروف او اي رقم او اي عدد من الحروف انا بدي اياهم. فبداية في الخلية D4 استخدام الفانكشن ليفت اللي بياخذ تو باراميتر، اول شيء بحدد ايش الخلية السيل ريفرنس اللي فيها التكست اللي هي عبارة عن الخلية C4. وبعد هيك بالباراميتر الثاني بعطيه نمبر اوف كاركتر اللي انا بدي اياه. فمثلا ليتس سي انه انا بدي ذا فيرست 3 ليترز او ذا فيرست 3 كاركترز موجودين عندنا، سواء كان حروف او ارقام او وات ايفر وات ات از. بعد هيك حيعطيني ايش الثلاثه حروف او الثري كاركترز الموجودين بهذه الخليه. بنفس الشيء في الخليه C5 الموجوده عندي كلمه جوردن 2020، انا مثلا بدي اشوف ايضا اول 3 كاركترز موجودين بهذه الخليه، فبرمز للسر ريفرنس اللي هي C5 as the first parameter، وبعد هيك بعطيه نمبر اوف كاركترز اللي انا بدي اياه. في المقابل في عندنا فانكشن اخر بيعطيني the last number of characters الموجودين عندنا. فمثلا اذا كنت انا بحاجه على سبيل المثال زي ما هو موجود عندنا هون، مطلوب مني اشوف ايش اخر 4 characters موجودين عندي في الخليه. فالفانكشن اسمه write، هذا الفانكشن بيعطيني number of characters ولكن من بيعطيني من اخر الخليه. اوكي، فمثلا بحدد له الخلية السر ريفرنس الموجود فيها التكست اللي أنا بدي إياه، وبعد هيك بعطيه number of characters اللي أنا بدي إياهم اللي هم المطلوب منا 4 characters، فراح يعطيني the last 4 characters موجودين عندي. نفس الشيء في كلمة جوردن 2020 موجودة في C5، فأنا في الخلية E5 راح أحكي له function write، وبعد هيك بحدد له السر ريفرنس اللي عبارة عن C5 وايضا number of characters اللي انا بدي اياه، وراح يعطيني the last 4 characters موجودين عندي. طيب الان بعد هيك اذا بنشوف في الخليه H4، الخليه H4 فيها تكست كامل، اوكي statement، ولكن مطلوب مني اني اشوف افصل اول كلمه لحالها هي عباره عن جوردن، ايضا the last آخر كلمة اللي هي عبارة عن تكنولوجي، وأيضاً مطلوب مني كلمة من الميدل إنه إيش أفصلها. مثلاً let's say أنا بدي كلمة university، فرح نشوف كيف رايحين نتعامل مع كيف بدي أفصل كلمة من الوسط داخل statement كاملة. مثلاً الفيرست عرفنا كيف في function left، وthe last عرفنا كيف في function right. خلينا نطبقهم سريعاً، فرح أحكي بفيرست هي equal left، بعدين بحدد التكست، وبعد هيك بشوف number of characters اللي انا بدي اياه اللي هو عبارة عن كلمة جوردن اللي هي عبارة عن 6 character، وراح يعطيني الكلمة. ايضا the last راح استخدم function write، وfunction write راح احدد له ايش هي الكلمة، ايش هو التكست الموجود عندي، وبعد هيك بعطيه number of characters اللي هي كلمة technology اللي هي عبارة عن 10 characters، وبعد هيك راح يعطيني هذه الكلمة. الان ضايل عنا نعرف ايش الميدل، كيف انا بدي اجيب من الميدل. وعشان هيك خلينا نشوف التالي. الان عندي الكلمه جوردن يونيفرسيتي اوف ساينس اند تكنولوجي عندي كالتالي. بدايه اكسل كيف بيعرف التكست الموجود عندنا؟ كل حرف موجود حتى السبيس الموجود بين الكلمات بيعطيه رقم. مثلا حرف الجي 1، الاو 2، الار 3، الدي 4، الاي 5، الان 6، لحد ما يخلص كل الجملة الموجودة عندنا. الان فاللي بدنا نعرفه بانه اكسل بيعد كل حرف،
كل كاركترز موجود عندي في اي ستيتمنت بعدها حتى السبيس الموجود بين الكلمات ايضا بعدها. فمثلا لو بدي انا كلمه يونيفرسيتي، كلمه يونيفرسيتي هي عباره عن كلمه تتكون من 10 حروف، وبعد هيك هي بتبلش من الاندكس رقم 8، يعني موجوده في الستيتمنت عندي برقم 8. فشو راح احكي؟ راح استخدم فانكشن اسمه ميد. فانكشن ميد بيعطيني بانه انا بقدر اشوف نمبر اوف كاركترز ولكن من الميد، فراح احكي ميد. وبعد هيك هذا الفانكشن بياخذ 3 باراميتر. اول شيء بياخذ التكست اللي هو عباره عن الخليه H4، بعدين بحكي لي الستارت نمبرينج، يعني من وين ابلش لك عد. زي ما احنا شفنا قبل شوي بانه كلمه يونيفرسيتي بتبلش عندنا من الحرف يو، يعني من الاندكس رقم 8، فراح احكي له 8. شو يعني 8؟ يعني انه انا راح ابلش اعد لك من الاندكس رقم 8 اللي هو الحرف يو. بعد هيك فاصل بيحكي لي ايش نمبر اوف كاركترز اللي بدك اياه، كم خانه اعد لك. بحكي له اعطيني 10 كاركترز من الخانه رقم 8، فراح يروح عند 8 راح يعد 10، بعدين راح يعطيني ايش الكاركترز الموجودين كريزلت لهذا الفانكشن، وراح يكون الريزلت الموجود عندنا كلمه يونيفرسيتي. فاجين احنا اخذنا لحد الان 3 فانكشن. فانكشن ليفت بيعطيني the first characters، function right بيعطيني the last number of characters، function middle بيعطيني the middle characters، ولكن لازم أحدد له إنه أنا وين من وين لازم أبلش أعد. تمام؟ طيب الآن الفانكشن الآخر اللي لازم نأخذه، هذا فانكشن كثير مهم لما أتعامل مع text function، وهو عبارة عن فانكشن راح استخدمه طبعا مع الاف ستيتمنت، راح نستخدمه ليتر اون لما ناخذ النستد فانكشن اللي هي الفانكشنز المتداخله. مثلا اذا بنلاحظ في الخليه B3، هذه الخليه تحتوي على جمله جوردن يونيفرسيتي اوف ساينس اند تكنولوجي، ولكن هذه مثلا الداتا انتري مرات بيكون بدخل ستيتمنت، ولكن بخربط بيكون معطيك دبل سبيس، او مثلا ببلش الكلمه بسبيس بنهيها بسبيس، وهذا الشيء انت ما بدك اياه، لانه لما نستخدم الاف ستيتمنت راح نلاحظ بانه مايكروسوفت اكسل كيس سنسيتيف، يعني انه السبيس بتفرق معاه، يعني لما احكي له كلمه مع سبيس بتفرق عن كلمه بدون سبيس. لهيك راحين نشوف فانكشن بيرجع لي اي جمله موجوده عندي الى ايش؟ الى الحاله الطبيعيه. طبعا الحاله الطبيعيه الموجوده باي جمله اللي هي عباره ان تكون ما تبلش بسبيس، كل كلمه مفصوله عن كلمه فقط ب one space وما تنتهي بسبيس. هذا الفانكشن هو عباره عن فانكشن تريم. فانكشن تريم هو عباره عن فانكشن بياخذ one باراميتر فقط، مجرد ما اعطيته انا التكست المطلوب عندي اللي هي عباره عن الخليه B3 داخل فانكشن تريم وبسكر القوس، لما اكبس انتر الان راح تطلع عندي الكلمه او الجمله كامله، ولكن ايش؟ بدون سبيسز بين بدون الدبل سبيسز بين الكلمات. اوكي، بنفس الطريقه على الاكزامبل الموجود في الخليه B4، اذا استخدمنا له فانكشن لتريم، هذا الفانكشن راح نلاحظ مجرد ما اعطيته السر ريفرنس راح يرجع لك الجمله لحالتها الطبيعيه بدون الدبل سبيسنج. شوف استخدام هذا الفانكشن كثيرا لما نستخدم الاف ستيتمنت. واخر شيء راح ناخذه بالتكست، طبعا هذا الفانكشن يعني فعليا ما له خلينا نحكي استخدام، ولكن مع الفانكشنز الثانيين، ولكن احنا راحين نستخدمه لما اللي بيحب يتعامل مع التكست. هسه فعليا مايكروسوفت اكسل فئته الأساسية مش للتعامل مع التكست، ولكن في بعض الأحيان أنا بضطر أني أتعامل مع التكست. في عندي بالخلايا من A2 up to A14 مجموعة من الأسماء، وهي الأسماء الداتا انتري مثلا كتب لك إياهم كلهم small letter، لكن أنت بهمك أنه يكون أول حرف من كل كلمة يكون capital letter. في عندي function موجود داخل مايكروسوفت إكسل بيعطيني أول حرف من كل كلمة capital letter، وهو عبارة عن proper function. Proper function هو عبارة عن function بيرجع لي the first letter من كل كلمة موجودة عندي إلى إيش؟ إلى بخليها capital letter فقط. بياخذ one parameter هو عبارة عن text or cell reference، ومجرد ما result تاع function راح يكون عندي عبارة عن إيش؟ capital letter من كل كلمة موجودة عندي. الآن بستخدم خاصية الدراج ما ننساها عشان نسهل علينا ونشوف بأنه بيطبق function على كل
كل السيل ريفرنس طبعا هو عبارة عن ريليتيف سيل ريفرنس. الآن الفانكشن الثاني اللي بتعامل مع التكست أيضا، إذا كنت أنا بدي كل الكلمة تكون عبارة عن كابيتال لتر، كل الكلمة عبارة عن الكابيتال لتر وعبارة عن الأبر فانكشن. أبر فانكشن بيخلي لي كل التكست المكتوب بالسمول لتر بيخليه بالأبر كيس. فراح نلاحظ بأنه الكلمة كلها صارت إيش؟ أبر كيس بعد ما كانت كلها عبارة عن سمول كيس. وفي المقابل أيضا إذا كانت الكلمة كلها مثلا كان مخربط والكابس لوك شغال وكل التكست مدخل لك إياه بالكابيتال لتر أو الأبر كيس، وأنا بدي أرجعهم إلى حالتهم الطبيعية يكونوا كلهم لور كيس. اللور كيس هو عبارة عن فانكشن لور. فانكشن لور أيضا فانكشن بيحول لك أي تكست مكتوب عندك كله بالأبر كيس بيحول لك إياه كله إلى اللور كيس زي ما أنتم شايفين على الإكزامبل الموجود. فهيك إحنا راح نكتفي بهذول التكست فانكشن زي ما أخذنا بداية، أخذنا الليفت فانكشن، الرايت فانكشن، الميد فانكشن، الترم فانكشن أيضا من الفانكشنز المهمين. هذول الفانكشنز راحين نستخدمهم لما نبلش نستخدم النستد فانكشن، هي الفانكشنز المتداخلة، وأيضا بعض الفانكشنز اللي تتعامل مع التكست وكيفية ظهور التكست الموجود عندنا.